الله لك يا شيخ، من لم يبت في منى ليالي أيام التشريق هل عليه دم؟ هل صحيح أن عليه دم كما يقول الفقهاء أو أم ليس عليه دم؟ الفقهاء يقولون أن المبيت في أيام منى، المبيت في ليالي منى في منى واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وهذا القول وإن لم يكن قوية من حيث النظر، لكنه من حيث العمل وتربية الناس قوي، لأننا لو قلنا للناس أنه ليس بسنة ما حرصوا عليه، لو قلنا للناس أنه ليس بواجب ما حرصوا عليه ولم يهتموا به. فكون شيء يبقى محترما في نفوس الناس معظما أولى وأحسن. والذي لا يستطيع أن يذبح فدية ليس عليه شيء.